أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين للهجمات المدفعية والصاروخية الإيرانية على عدة مناطق في إقليم كردستان شمال جمهورية العراق الشقيقة التي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى وترويع الأبرياء الآمنين من المدنيين فضلا عن خسائر مادية وتدمير في البنى التحتية. وعبرت وزارة الخارجية عن صادق تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب العراقي الشقيق ولذوي الضحايا وتمنيتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مؤكدة تضامنها التام مع العراق الشقيق ودعمها لجهود المحافظة على أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه واستنكار أي اعتداء على سيادته أو تهديد لسلامة جميع أبنائه